أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بالتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله الرحمن الرحيم، صدق الله الحليم العظيم، وصدق رسوله الكريم، صدق من بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبآياته من الموقنين، ولدينه من المنقادين الخاشعين. اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك ومن صيام شهر رمضانك. اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك. اللهم لك الحمد على أن هديتنا لمعالم دينك الذي أرضيته لنفسك وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. اللهم لك الحمد والشكر على الإيمان والقرآن. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت عليه أفضل كتبك وأحسنها نظاما من الدنيا والآخرة، وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، وأعلاها مقاما كتاب عظيم الشأن عظيم السلطان مشرق البرهان، محفوظ من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وألائك الجسيمة، ولك الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها غيرك، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد حتى ترضى، وإذا رضيت حمدا وشكرا لا ينتهي أولاه ولا ينفض أخراه. إنك أنت الله لا إله إلا أنت أهل وفاء والحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وعمومنا، ونوّر أبصارنا، وهديتنا في الدنيا والآخرة، وهديتنا في الدنيا والآخرة. اللهم لك ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويديع حدوده. اللهم اجعله شاهدا لنا واجعله شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن أتبعه القرآن فرج في قفاه إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شاهدوا بأنك الإله الحق وأن محمدا عبدك ورسولك وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم وعف عنهم، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، اللهم وجازهم بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعذهم من عذاب القبر يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم صاروا مرتهنين في تلك الحفر المظلومة، لا يستطيعون زيادة في الحسنات. اللهم إنهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. اللهم اغفر، اللهم اغفر لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب يا رب العالمين. اللهم ارحمنا قبل الموت، اللهم ارحمنا في جميع أحوالنا وفي جميع أمورنا. اللهم ارحمنا قبل الموت، اللهم اجعل كلامنا من الدنيا آخره لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان، اللهم احفظنا فيما بقي من الزمان. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا يا رب العالمين برحمتك، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم احضرنا ختم كتابك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولزوجاتنا وللمسلمين الأحياء والميتين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تختم لنا بخير، وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجرير، إلهنا ومولانا، إلهنا وربنا، وجهك أكرم الوجوه وعزيتك أفضل العزية. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيد وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله لنا غيرك. اللهم هذه أيدينا قد رفعت إليك، وهذه وجوهنا قد نصبت إلى وجهك يا أكرم الأكرمين.
وهذه قلوبنا قد أنابت إليك، وهذه جباهنا سجدت لك، والمنة لك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا، اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وبين ذاتهم، واجعلهم متعاونين على الخير والهدى والبر والتقوى، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله مقلب القلوب، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ ديارهم، اللهم احفظ أعراضهم، واحفظ حرماتهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل دعاءنا وأن ترحم وقوفنا، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم هذا الدعاء وهذا العمل، وأنت الله لا إله إلا أنت، تقبل منا أعمالنا وأقوالنا ودعاءنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا تحصى ثناؤك عليك. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، اللهم إني أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. ويدينات كبرى جمر بير سبوج كجمرو جمروز كمتر شواس عدرس عبرى جنيا قويا جو ولا جونم قلب بأمسكنا لو دا كبرى جون فتاري أكبر فتر فى بس دي پروگرام لا يالا جون حساب استايد فى كومنت لاس كم تولين ايال لزاري بس دي هوي بكانا ودى جوا كبرى جوالو
بليلا ساعات بليلا سورة اسكامنا قنان لزاري بزي بقاننا وداتشوا كبراتشوا اللو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي, باي.